من ولاية ويسكونسن، مندوبو الحزب الجمهوري، وفي اليوم الأول للمؤتمر العام للحزب اعتمدوا بالأغلبية دونالد ترامب مرشحا للرئاسة والسيناتور جي دي فانس نائبا له، ليحظى ترامب بذلك بدعم الجمهوريين كمرشح للرئاسة الأمريكية للمرة الثالثة على التوالي. أعتقد جازما بأننا نبحر في أراض مجهولة ونقدم على قرارات لم يقدم عليها الحزب الجمهوري، ما أدى إلى تنامي قاعدة ترامب ويسهم مباشرة في فوزنا في الانتخابات الرئاسية. وفيما يرى الحزب الجمهوري أن مرشحه قادر هذه المرة على تحقيق الفوز على منافسه الديمقراطي جو بايدن، فإن الرئيس الحالي وجد في فانس هدفا لمهاجمته بديلا من ترامب مرحليا بعد محاولة الاغتيال. إنه استنساخ لترامب بشأن القضايا المتعددة ولا أرى أي فوارق بينهما. وأمام هذا المشهد السياسي المشحون، يبدو أن قرار المحكمة الفيدرالية في ولاية فلوريدا إسقاط القضية المرفوعة ضد ترامب والمتعلقة باحتفاظه بالوثائق السرية قد أضاف زخما جديدا إلى حملته الانتخابية، ويشي بأن القضايا الأخرى تتداعى تدريجيا مع قرار المحكمة العليا تأكيد حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب من الملاحقات القضائية. في موازاة انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري، فإن أعضائه يواصلون تحميل إدارة بايدن والأجهزة الأمنية مسؤولية حادثة محاولة اغتيال ترامب في مواقف لا يبدو أنها ستخدم أجواء التهدئة التي يدعو إليها كل من بايدن وترامب. محمد كريم، واشنطن، الميادين.